نحن نخوض نضال وطني منذ بداية مارس. نحن الآن في الشطر الثاني من برنامج النضالي للتنسيق الثلاثي تحت شعار لا عودة إلى تحقيق المطالب. المطالب تاعنا باختصار هي الكرامة والإطار. توصلنا بوعود كثيرة من طرف الوزارة إلى أننا لحد الآن لم يتم تسوية وضعية الإدارة التربوية، علما أن الإدارة التربوية هي القلب النابض للمدرسة العمومية. للأسف هناك تماطل ونحن نحمل شعار لا عودة إلى تحقيق مطلب تاعنا الوحيد هو الإطار والكرامة بإذن الله. نحن هنا في إطار تنفيذ البرنامج النضالي الثاني في شقه الثاني بعد انصرام البرنامج الأول. للأسف لم نرى أي استجابة من طرف الوزارة الوصية لهذا الملف المطلبي، المشروع الملف المطلبي للتنسيق الثلاثي للجمعيات الثلاث الذي يهم الإدارة التربوية. هذه الإدارة التربوية التي عانت منذ زمان، إدارة الإسناد والتي تراكمت عليها الأعباء الإدارية. فمن قبل كنا كنتعينوا ب 12 مهمة، دابا وفتنا 130 مهمة. هناك بعض المؤسسات التي يديرها مدير فقط في غياب الأطر التربوية الأخرى، وما أدراك ما العبء ديال التسيير داخل المؤسسات التعليمية سواء كانت ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية تهيلية. نحن هنا اخترنا هذا الشعار، شعار لا عودة حتى تحقيق المطلب، لأننا لمسنا وعن كتب خطورة تسويف الوزارة ومآل المؤسسة العمومية. نحن غيرة منا على المؤسسة العمومية نقف هنا من أجل إصدار المرسومين وعلى رأسهم الإطار الذي يحدد مهامنا بتدقيق. باسم الجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤى مديري الدراسة ورؤساء الأشغال، نعلنها من هنا أننا صامدون إلى حين تحقيق مطالبنا المثبتة في الكرامة والإطار. كما نعلن أننا قطعنا جميع المهام الإدارية واقتصدنا على مهمة فقط، إدخال وإخراج التلاميذ والأمن الصحي لهم، وذلك من أجل احتجاج على الوضعية التي نعيشها في ظل الإدارة التربوية. شكرا لكم. اليوم نحن في وقفة احتجاجية استجابة لنداء المكتب الوطني، ونحن هنا واقفون في تنسيق ثلاثي بين الابتدائي والإعدادي والثانوي ومختلف الفئات الأخرى الإدارية. هو ثلاثي ونتمنى أن يكون أكثر في المستقبل. نحن هنا في اعتصام تحت شعار لا عودة حتى تحقيق المطالب. لماذا لجأنا إلى الاعتصام؟ لجأنا إليه بعدما تبين لنا على أن ليست هناك إرادة حقيقية سياسية لإيجاد حلول لقضايانا التربوية التي نختزلها، هي مجموعة من المطالب ممكن نختزلها في الكرامة والإطار. نطالب بإطار منظم منصف عادل، لأننا نؤمن أننا في دولة الحق والقانون، لأننا نؤمن على أننا في دولة ترفع شعار الإنصاف والعدالة.